الطويلة وانا مثلك تروح علي شقاوي سمعت عواك واشري وعويلة يا لا يا ديب هاي يضت الخلاوي تجر عواك في راس الطويلة وانا مثلك ترى حالي شقاوي سمعت عواك واسري وعويلة يا ذيب انا بصيك لا تاكل الذيب حسب بيها كملتنا شكلها بالنجاح كم ليلة عداك حرش العراجيب ولا ادري وش عقبها يا رفاقه هذيك اللي يقول يا جارك عينك قطتني برقع الطير طيرك وحش وقلوبنا مستميته لولا رجل من رجال بهم خير ما صد وهم ظن بهم بخيته ويا عجب عليك والله ما صدق بطاريات تحت الشمس يقول ولا المايك ولا انت والله كل شيء الراس يا سلام ابل عرب معاد خالد ضيع عبد الرحمن لازم اخذ رقمك عندك يا رجال يقول ايش يقول تعب على الطيب ترى رفقته عز عز, عز ولا الردي ما فاد نفسه في فيدك في يدك الصاحب اللي لا لمح جيتك فز هذا الرفيق اللي تعدى عضيدك شواكم شواك الطيب مش عادك طوالي كيف ايش حبيبك يقول جمعي احنا مش قلنا البارح ما قلنا من العلم اللي يقولوا ذي خلونا نسولف سلمت سلمت سولفوا العاد عندي تسكتوا قبل لا هوجس وياتيني بلاي بلاك السكات يزود يطعوني يطعوني جاملوني لو يضايقكم حكايه اقول قلنا خلوا على القصيد لا تجي حق اسمع اسمع يقول لبيك صلوا على النبي اسلم اسعى ورا حلمك التايه وخلك جزوب جزوب لا تنتبه لكل من ساعد ومن جحد جحد مسافة السعي خلف الحلم ما هي بيوم مسافة العمر بين المهد واللحد ونوقفوك اللي يحبطون العزوم وقف لهم وقل لهم ما علي من أحد سلامتك صحة وسلامة وجهك أبيض أنت للرجاء عندك سؤال وعندك نبي سالفة قديمة سالفة يا أخي نبي السوالف القديمة القديمة هو مقصده اللي فيها نوع من المحبة السلام عليكم السلام مني قال لك تعال مني قال لك تعال اطلق اثنين عندك تعال تعال اسلم الله يسلمك صلوا على النبي الربع صلوا على النبي تعال تعال هنا احسن لي صلوا على النبي والله انا محمد نبي نوحد الصوت عندك حلال ولا تهونوا ما عليكم صوت جميل عنده سالفه ونبي نسمع عنه سالفه ولا عاد علبه شيء اسلم السوالف القديمه لكن فيه سوالف وفيها حكم وفيها محبة وفيها لا المحبة ما بدل محبة قوية هذا إيه هذا رجال يا طول العمر منور أكبر عليها الضيفان لهذا الخيام يقلطون عليها طول العمر يامدون ويحلف عليهم ويعشيهم يعشيهم ذي بيحتين أنا ما أحسب من الصوت يطلع لي يعشيهم ذي بيحتين ويام جاي يتعشون فأنتوا خابري من أول ليل والصوت يسري قال واحد منهم اللي على الصحن ظنكم الرجال ده جاه من صدوف الليالي شيء اللي البيتين الشعر وش كبرها والحلال والعيال قالوا اللي على الصحن والله يا اخوك ما شاء الله الظاهر ان ده ما جاه من صدوف الليالي شيء ليه اسمعهم قال تعشوا تعشوا يا ضيوف الرحمن بعلمكم انا قبل يمكن 10 سنين ولا 15 سنه ظهرت من عند ربعي ادور للعد وادور للماء ظهرت بحلال معي أربعة ما أدري خمسة من عيالي وولدين تومتهم جاي وحاطهم في
على الرحول يسمى الخرج. يقول حاطهم في الرحول واحد يمين واحد يسار وقود الرحول وانتوا يا الخمسه الباقيين وامهم لاحقيني بالحلال. يقول يام شرفت على راس ذاك العرق يطول عمري. يقول وانا عاين فيهم يطول عمر لهم جوهم من اول قال لهم الحنشه. يقول هم يجون هم يذبحونهم قدام عينه وياخذون الحلال ويدبروا ذبحوا عياله والمراه وخذوا الحلال ودبروا وهو مع عند الرحول جاي يزبن في روحي الرحول بالورعين اللي بعد فيها وراها طول الليل وراها يام لحق يام جاء للورعان الصغار بعد ميتين. لا اله الا الله ليه مضيعين حلاله وعياله ميتين قدامه وهذول ماتوا والرحول ماتت من الضم. هو يقعد طايح لين جوه ربعين وخذوه وياخذونه معهم يا طول العمر. يقعد معهم سنه ولا سنتين ويتزوج ويعطونه من الحلال ويتزايد حلاله ويزيد الخير عنده ويعود صوب ربعه. يوم جاء صوب ربعه جاء عليه عيال وجاء دبل العيال الاولين ودبل الحلال ودبل الخير وعاش الرجال وانبسط وجوه ذا الضيفان اللي ينشدونه ذا الحين. قال لا يغركم دحين الحكمه من السالفه انت لا تحكم. تجي الرجال ذا تلقى معه ملايين تقول ذا ما جاء يمكن ما جت هلا عقب ما شاف شيء عقب ما مات. هذا جاء شيء لو هو في وقته حد من النبي يقول والله ما تزين حياته لين يموت عوضه الله بدال مره ثنتين والحلال وكلش. طرى عادم يقول سؤال في القديمه الواحد مهما كان وضعه يقول اني انا اغنى واحد على وجه الارض لا تضمن والله. وان كنت بعد فقير لا تضمن ان بين ليله من وضحاها تكون من اغنى الاغنياء. فالتوفيق بيد الله. وهذه من السؤال في القديمه اللي طلبها ابوه واعذروني على اللي طالح. يا على عمرك سنين كلهم قصاد انت المري عندك الظاهر سؤال بيك ما تعدى عليك مره احنا منا متعدينكم يا هذا الجلسه هذا الصف عندك خضراء عندك اللي عنده سؤال اللي عنده حاجة عندكم شو. عندكم للحين بيمشي يمشي الوضع شفر شفر لا عندي شفر مره اي بالله ايوه لا تبي اللي عنده سالفه هذا ترى سمعنا يا فيصل سالفه انا والله ما عندي الا قصيد مالي اسلم وصلت سؤالي لين يدورون الشباب الاول لا اقول ما عندكم سوالف 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 عندكم ايش شعار ما متعدد ولا خلاص ودنا واحد يقول ترفع سالفه اقول الدرجه دي ما حد ترفع سالفه الرجال عند الرجال يا يقول يا طويل العمر يا سيد العاشقين المغرمين الحزين يا سلام يلي علي يبعد من الكوفه ومن حلب احيه من بعد ما دارت علينا السنين اشوفك المقفيه واشوف غيرك قرض انا اعرف معدنك صافي وجوهر ثمين وشلون تكفي كذيه ما تقدم سبب وانا اعرفك صاحيه واعرف قلبك فطين وانا ترى من عرب واعرف اسلوب العرب طرد المقفي طريق للنشامه مهين والله ما يرضى بها بين النشامه شنب لو كنت احبك وعزك مير ما تعرفين كرامة الرجل عملة في يدينه ذهب بصادم الحب وصادم جيوش الحنين ونعرف اني بكون بكفة اللي غلط وانهي حكاية قلوب بلها وعاشقين من عقب ما خطها حبر القلم وانكتب سلام سلام اهلا يهينك ومن يقول لك حلال والله ما عندي شيء تبون اعطيكم نبي سابق اي اللي هو اي شيء غيان من الكيف سابق الجميل اسلم تعدوني شوي خذ لفه انا ابو بريك فين ابو محمد موجود والله يكفيني طول عمرك تركي ان الصوت ذا الحين والله اسلم يا رجل طيب ايش اللي غنى لك في الطريق اعطوني تلميذ حقت لا ايش على يدي بيساعدون يلا انا اشوف في صدى سلام بيجيك الصدى اسلم الو اسلم قول على يا ديب هيبت الخلاوي تجرع واكفي راس الطويله وانا مثلك ترى حالي شقاوي سمعت عواك واسري وعويله على يا ديب هيبت الخلاوي تجرع واكفي راس الطويله وانا مثلك ترى حالي شقاوي سمعت عواك واسري وعويله سلام الله صوتك احبدلك الله يطول عمرك
عندك يا رب. والله فيكم الخير والبركات يا رب. محمد عدينا تعالكم اسلو. وايش حالك؟ صلوا على النبي يا ربع. سلم الله وسلم عليه. يقول يلا هي اللي بمرك تسوق الرياح يا عالم ما في البسيطه كلها اطلبك في التقوى وفي دروب الفلاح يا واحد من كل العباده تظلها الفرق واضح في الهماج وفي القراح والناس تمشي ما حد يفطل لها يا رب لا صاروا مخاليقك اشحاح فانت الكريم اللي بيدك حلها اخطر زمن قد مر فيها الانفتاح هذا الزمن لكن يا ربي ملها نص البشر ما همه الا الاجتياح ما همها مكر العباده وغلها ما عاد ينفع في الخفا كثر النصاح ولا عاد ينفع كب ذيك وخلها النصح صار مع العرب مثل الرماح ما تقبله لو كان تقبل ذلها شوف من هذا الزمن يبغي كفاح يحتاج لسلال السيوف وسلها يا رب تهدينا على دروب الصلاح وتدلنا للخير مع من دلها وصلاة ربي عد مشراق الصباح على النبي اللي دروبه دلها سلام عليكم جميعا عبد الله في الوقت عرضة الامتحان ولا معه غير يتصبر ويحمد وعلى مجاني من تصريف الزمان من ضيق بال وشين حال ومن كمد والله ما عندي فيه فلان ولا فلان ما عندي إلا فالله الفرد الصمد اللي عليه المشتكى والمستعان واللي عليه الملتجى والمعتمد سلامتك سلامتك بدون تصفيق خلاص والله ما ادري ما اصفق هذه رسميه مرتن طالع خد دمام رايح الرياض يا سلام مكان بيني وبين ربع خوه وما اعرفه اتصلوا علي وقبل يقفل انا ما قفلت هو ما قفل كاني سمعت كلام من وجعني شوي باقي على الخط هم اي وهو باقي على الخط وانا باقي على الخط وجعني الحكا وبعض بعض المواقف القصيده اللي تكتب عمرها قلت ما حد مخلوق كامل ولله الكمال العرب تالي زمننا تغير لونها طاحوا من عيوني كثار وخفاف وثقار رفقتهم كنت اعتبرها وعز ركونها ليتني قبل اتصالي تركت الاتصال ولا سمعتها لاني مهجر الحون سلامتكم صح بدنك صفق صفق والله تصفق انا صفقت القدم شوي ايش حالك وايش حالك؟ انا والله غنيت عطنا عطنا عرفت الصباح مسحوب كذا مع الجوده الصوت باقي صوت للوقت خلاص وش المسحوب اللي تبي؟ اي شيء منكوس مسحوب ما انا ما عندي الا سبيل اهدى اسلم هات عز الله العزيز اني ما عندي الا تم وبشر بالسعد انت السعد يعني فدوتك سكني انا عمال يا الربع انا ضايق وبالله خلوني محتاج لسجة خطوات عصرية ويا الربع انا ضايق وبالله خلوني محتاج لسجة خطوات عصرية واللي تبونه من يديني من عيوني وبالله روحه ترى اخلاقي تجارية وبالله روحه ترى اخلاقي تجارية سلامتكم الله وتصفقون عندنا صف عندك انت ما قصرت فاك عندك شديد عندي انا والله ما قلت لكم مالي بشاعر لكن احفظ من القصيدة اسلم قصيدة ابو تركي اسلم واحد من قصايد محسن ابو تركي صب عليه بالخير بعده بالمس ايه يعذرنا لو نسينا بعض الابيات منها يقول قبل احط شماغي بجنبي وافك ازراري طيب ما بقي ما يستثير الشعر ما حضرته المشاعر كل ليل وليلها سماري والشعر مثل الصديق اختارني واخترته وفي المكان اللي جيته بحت له بسراري فيها كون انسان ثاني كل ما سامرته ايه عليت يروح يا لين يقول
جيت يا الوجه القديم اللي رثتك أشعاري بعد ما أحبك دفنته في ثرى مقبرته جيت اللي جيته ما هزت استقراري وصدمة اللي يحسب أني بذكره وانكرته شو معود بك بعد هالعمر ماني بداري صاحبك شله صاحبك شلك من عيونه قبل ذاكرته إيه اللهم صلي على محمد صاحبك شلك من عيونه قبل ذاكرته ما أدري وش جاب السوالف بس جالك طاري قالوا استنكرت صده قلت ما استنكرته اللي هانت عشرتي عنده قبل مقداري مثل ما كبرته بكبر الغلا صغرته من نشدني عنه وينه قلت له شخباري كان غالي بس جاء غيره وطيح كرته سلامتكم صاحب سان أبو تركي يقول هنا الليله يا غايب فوق صدري حزن ما ادري شوق من البارح وانا احس ملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لين ياتي الصبح وتغرد عصافيرة سلامتكم غياب بلا عذر مسبوق قيت الحال لينك بيت فيه وزدت تجديده طيب الله الله اعطونا يا شباب اعطونا عند عبد الواحد عند الواحد قصد حزن ما ادري شو ابن البارح وانا احس ملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم بلا والله علي مرهوق ما ترقد ليات الصبح وتغرد عصافيره أنا الليله يا غايب فوق صدري الحزن ما أدري شوق من البارح وأنا أحس ملل والقلب في حيرة تعال تعال الشيخ تعال الجندي المجهول لا انا ماني مجهول الجندي مجهول تعال خربها اسلم اسلم الحين مدحته اسلم امدحك يا غبي امدحك بريك وصل طول انا المشاوير ايه ابو سفر لو طول ان المشاوير ما طال بيض يقص صدر والمهون راضي بمقسومي ومتفاول بخير ولزومي اجيبه ولا حير دونه احب سجات الخلا والمنى